مرحبا بكم، شكرا على البريزونطاسيون تاعكم، سيتي سوبر. رانا اكثر من 1000 جزائري توغيدر، 1000 جزائري 1100 داكور. كاين بزاف لي كيستيون، غادي ندو جوست 6 كيستيون، 3 بور الدكتوره ريم و 3 بور الدكتوره سوسن، اي ابري نزيدو نكملو ويكون كاين اسئله واجوبه في لا بارتي التاليه تاع لي ابري لي بريزونطاسيون، لا بارتي التاليه تاع اللايف هذا. غادي ندو كثير ونسيو ندو الماكسيموم تاع لي كيستيون على فا. دونك نبداو بالدكتوره سوسن، السؤال الاول اللي عندك سلمى. اولا اهلا وسهلا دكتوره سوسن شدادي، اهلا وسهلا دكتور ريم فلياشي، وصراحه انه الاسئله كانت كثيره جدا يعني اللي لحقتنا في التسجيلات، فاخترنا راح نبداو اسئله اللي متخصصه في المجالات تاعكم، ومن بعد نطرحوا الاسئله اللي في البانل الجماعي مع الدكتوره فاطمه بن شيخ والاستاذه ياسمين بولجدري. فاول سؤال نتوجه ليه، سمحي لي سلمى عندي جوست تدخل، سمحي لي. وي تفضل. ريم تقدي تجد تكلمي باش نشوفوا الاسكو الصون تاعك. وي تسمعوني خير هكا؟ دوك ماذا بكم لي كومونتير، لي كومونتير راكم تسمعوا فيها لا نسمعوا فيك تري بيان فريمون داكور. دونك سي بو كوميو جوست لي كومونتير اللي عندكم على الصوت الدكتوره ريم فلياشي، اسكو راكم تسمعوا بيان ولا لا؟ من فضلكم تعطونا كومونتير. اون بو كومونسي. السؤال الاول موجه للدكتوره سوسن شدادي من الاخ جنيدي كمال من برج بوعريريج، يقول can you explain the programs available to pursue master degree in the US for bright in particular and if available at the moment. اوكي دونك كيما هضرت قبيله كنت معاك في امليه صافا. وي وي تري بيان تفضلي سلمى. دونك ميرسي سلمى دايو، ثانك يو سو ماتش فور كامينغ، يعطيك الصحه من وقتك وجيتي باش تعاوني يعني لا موديراسيون تاع ليفنت تاع اليوم. ريم يعطيك الصحه، لا بريزونطاسيون اللي تي باسيونونت ما شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله دوت في دوت غارسون ميم الجيريان تاع اللي يتبعوا ان شاء الله الباركور كيما تاعك و سي ان اونور. دونك alors pour la réponse تاعك سلمى، لا كيسيون تاع واسمو يسابل كومون كامل 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 يعطيك الصحه كامل بور لا كيسيون. دونك حطيت قبيله ان سلايد على لو فول برايت بروغرام في الجيريا. دونك في كل بلاد اتس ديفرنت ديدلاين. تاع العام هذا سي تخوطا مالوروزمون، كان لو 30 مي باش تحط لابليكيشن تاعك باش تروح العام الجاي دونك اوت 2021، ولكن عندك السامر بروغرام تروح شويه بكري جوغ جوه جوان 2021. دونك انا ندبر عليكم من درك تبداو توجدوا، لكن فريمون راكم حابين توجدوا تاع العام الجاي. The requirements are clear راهم في الويب سايت، مي basically you need to go through the two main exams. TOEFL exam اللي هو الانجليش تيست، كان بزاف لي سنتر في الجزائر، كان كيما نشوف في قسنطينة الجي وفي الغرب وعلى بالي مام في الجنوب كان لي سنتر تقدر تجوز ولا تيست، تقدر توجدوا وحدك في الدار ماشي لازم تخلص باش توجدوا، كان دي ليفر فور فري يو كان بريبير فور ذا توفل اكزام. ودوك ابري سا ديبون لا سبيسياليتي، لكن حبيت دير اون سبيسياليتي باغ اكزومبل في البيزنس يفو يو نيد تو دو ا جي مات تيست. But if it's not in business, in any business field, يعني finance ولا MBA ولا هذوك fields, you can do a GRE test. Donc هذو les autres filières. Après, la plupart des filières, they require a GRE test for graduate school. وهذا le test, même les Américains لازم يجوزو. Donc عندهم شوية الأفونتاج علينا بس كحنا ما قيناش en anglais. Mais l'avantage اللي عندنا حنا عليهم في GRE إنه même les branches littéraires, the level تاع mathematics نقراوها في الليسي راهو very advanced. Okay, donc if you go through the GRE, أنا la partie تاع المات جاتني سهلة parce que j'ai eu un bac scientifique. Ou la partie تاع المات c'était un jeu d'enfant. Je pense que c'est le niveau تاع première année تاع lycée à peu près. Même pas. Donc it's very very easy to go through it. If you prepare, la seule partie c'est l'anglais. You need to go through the English. يعني تو الفو بلي تاع التكنيك في الهندسة والجبر اللي كنا نقراهم هو الفو بهم in English. Sinon two main pieces of application هما the statement of purpose and the personal statement. دونك هادو الحوايج حنا اللي ماناش مهم فين نكتبو بالانجلي في الجزائر اللي في يعني non english fields. It can be a little bit challenging. على بها il faut pas prendre deux semaines باش توجدهم، كي توجدهم على avance تشوف واحد يصحح لك. It's very very important to work through it and stand out as a
as an applicant. ما تكونش كيما أي واحد ولا تجيبوا une lettre من الانترنت وتكتبوها. You have to be unique and special. And then you need the recommendation letters. Of course, the details are on the website. My main advice is to start early. Thank you. يعطيك الصحة دكتور سوسن.